ماشي مكنته باش يقوم بدورة شرفية 4 جولات قبل نهاية الموسم من غير ما يعرف الهزيمة. نجاح الترجي في كرة القدم وفي الألعاب الجماعية هو نجاح سياسة التخصص اللي يكون فيها الجزاء بقدر العطاء والحساب بالنتائج. لا مفر من التخصص الآن، ولو معناها النتائج هذه اللي تحصل عليها الترجي ما هي الا نتائج فنيه كان بامكان الفريق معناها ما يتحصلش عليها، لكن كسياسه عامه لابد معناها حتى في غياب النتائج، نتائج جي على المدى المتوسط والبعيد لابد من التخصص. 3 ملاعبيه في المجموعه الحاليه واكبوا العشريه التاريخيه اللي تحصل فيها الترجي على 6 بطولات في 12 سنه، وهما خالد بن يحيى وعلي بن ناجي ونبيل معلول. اللقب الاول كان سنه 81-82 تحت اشراف الممر معنا حميد الذيب، كما نعرف معنا السنه ذيك الترجي الرياضي معنا طغى على مجرى البطوله وكان اقوى فريق في تونس. معناها البطوله الثانيه جات سنه 84 تحت اشراف معنا المدرب الكبير اماريلدو، وما يخفى على حد اللي الترجي الرياضي التونسي سيطر معناها على كل رديات البطوله في العام هذاك وقدم معنا عروض كرويه شيقه برشا. البطوله الثالثه كانت سنه 87 تحت اشراف المدرب بيتشناك، والترجي الرياضي التونسي يعني بفضل حكمة مدرب بفضل خبرة اللاعبين اللي معناها فك الفترة ذيك صار عندهم معناها عدة سنوات يلعبوا مع بعضهم أحرص على بطولة، وضاف لها يعني بطولة أخرى في السنة المقبلة تحت إشراف معناها في السنة اللي بعدها تحت إشراف يعني توني بيتشناك سنة 88. البطولة اللي بعدها جات مع المدرب زمودة سنة 90-91، وكما نعرفوا يعني فارق كان يقارب الفارق هذا فارق السنة هذه. في السنه هذه معناها راكم تشوفوا الترجي الرياضي زاد يعني في العشريه الاخيره الترجي الرياضي التونسي كان ديما يعني يحرز بطولاته معناها بفرق كبير الا سنه 87 اللي خرج فيها معناها بنفس النقاط مع الاولمبي للنقل. يعني فرحه كبيره بالنسبه لينا توا، ندير حاجه كبيره سورتو للبالماريس نتاعي اللي انا هزيت كوب مع حمل انف، وهذا اول شامبيونات في حياتي الرياضيه وعز ذكرى عندي فهمني، وان شاء الله نكملوا معاه الكوب باش تولي باش الذكرى تولي باهيه. نور الدين بوسينا ينتمي لمجموعه اللاعبين اللي احرزت هالموسم على اول بطوله في سجلها كيف نويره وبرخيصه والحمروني وثابت وراشد والشيحي. الترجي بعد ما ضمن البطوله الوطنيه حاطط عينه على البطوله العربيه اللي باش ينظمها في تونس، وهالتتويج في متناوله بفضل امكانياته البشريه والماليه الضخمه. يمكن على المستوى العربي لو ان في الصيف القادمة نزيد ندعموا الفريق شوية ونحسنوا معناها بعض الأشياء في الفريق، أنا مانيش راضي معناها كل الرضا على الفريق هذا. وعلى الصعيد الإفريقي معناها حسب خبرتي كرئيس جمعية وحتى كنت نائب رئيس معناها تنقلت كثير في إفريقيا مع الترجي، ما هوش أقوى فريق يكون بطل إفريقي. الميزانية حسب اختيار الفريق، حسب توجهات الفريق، حسب اهداف الفريق تتغير من فريق الى اخر. السنه الفارطه يظل الميزانيه نتاعنا كانت 560 مليون. السنه هذه معناها ناخذ بعين الاعتبار التضخم كذلك ميزانيه توصل 700 الف دينار لفرع كره القدم.